اعتصام امام وزاره التربيه معتصمين هون، يعني شنو السبب؟ معتصمين داخل وزاره التربيه في مقر وزاره التربيه وتحديدا في قاعه حنا بعل. اعتصمنا بعد جلسه، اخر جلسه يوم الثلاثاء دام تقريبا ساعتين، الجلسه دي تقريبا رقم 70. عندنا محضر اتفاق ممضي من 8 مايو 2018 في تقريبا 17 نقطه. نذكر لك اهم النقاط: منحه القاعده العدديه والزمن المدرسي للقيمين والقيمين العامين، منحه الاشراف للقيمين العامين، منحه الساعات الاضافيه للقيمين والقيمين العامين، ترقيه استثنائيه للقيمين والقيمين العامين، التقاعد على خلفيه 57 35، المنح الجامعيه، المهام والمشمولات، هيكله الديوان، تقريبا تسويه وضعيه الزملاء اعاده التوظيف. تقريبا هذه اهم النقاط في محضر 8 ماي. زيد على ذلك معناها تسويه وضعيه الزملاء المتعاقدين. عندنا 620 متعاقد داخلين في العام الثالث، لا عندهم لا تغطيه صحيه، لا قاعدين يخصوا، لا ما يقولوش باش يتنقلوا، يخدموا بعد على مقر سكناهم تقريبا معناها 50 60 كيلومتر. ما ثم حتى جديد، معناها كل عام يقولوا تتسوى الوضعيه. السنه عملنا جلسه مع السيد الوزير الحالي سي فتحي السلاوتي، يقول من حقهم باش تتسوى الوضعيه في القريب العاجل. اخر جلسه معناها استمعنا لردود الوزاره فيما يخص محضر 8 ماي، قالوا لنا في القريب العاجل تتنفذ، هذه كلمه نسمع فيها من عنا عامين. الدخل الاخلمي العام اكثر من مره، اخر مره برانسيب امس يوم الاثنين برانسيب ثم جلسه، تاجلت الجلسه، ثم العميد المحامين توفى مشى الاخلمي العام لصفاقس. البارح الاخلمي العام قابل رئيس الحكومه، المهم في النهايه ما فماش جلسه. بما معناه ما فماش وعود حاليا، ما فماش حتى تسويه للوعود موجوده، لكن التطبيق مثل التفعيل ما فماش، التفعيل ما فماش بالنسبه لنا نحن. وعندنا ترقيات 2020، عندنا 2400 ترقيه لسنه 2020 ما فماش، اللي هي ترقيات عاديه من حقنا اون برانسيب باش ناخذوها. ما اعطونا كان 150 ترقيه ارفضناها، حاجتنا بال 2400 ترقيه. تخص الترقيات هذه معناها زملائنا الفصل 17 معناها اللي ترقوا اللي خذوا اخر ترقيه في 2015، وزملائنا المنتدبين القيمين العامين في 2015. المهم ما فماش ترقيه، هذه احنا دخلنا في الاعتصام تو. الى حد الان وصلت 15 مندوبيه داخل الجهات، 15 مندوبيه معتصمين داخل الجهات. تقريبا العمل الاداري البيداغوجي اللي هو صله بشؤون التلاميذ متعطل تماما، ثم فوضى عارمه في المؤسسات التربويه. والله نحب ساق نقول يعني شكر يعني للجامعه العامه، وهي تو يعني عامله اعتصام داخل الوزاره يعني، واحنا مساندين هذا الاعتصام. ويظهر لي الاخ الكاتب العام سي جمال الهاني وضح كل شيء، والامور القانونيه يعني هو يعرفها اكثر مني. انا كمتعاقد معناها ممثل عن المتعاقدين ننتمي لهذا القطاع او قطاع القيمين والقيمين العامين. اولا احنا كمتعاقدين عندنا يعني نساندوا الجامعه العامه في مطالبها الكل، وهذا قطاع موحد يعني كنا زملاء نساندوا الجامعه العامه. وبما انه هنا الجامعه العامه هي معتصمه حاليا في الوزاره الاعضاء العامه، ولكن زاد ثم الهياكل النقابيه قاعده معتصمه في المندوبيات ومسانده هذا الاعتصام، وثم معناها اضراب اداري ناجح في كل المؤسسات. انا نخدم في ليسي وقاعدين نطبقوا في الاضراب الاداري هذا. باش نحكوا احنا كوضعيه القيم، وضعيه القيم اليوم يعني تعيسه، فعلا تعيسه. القيم بالحق يعني مانيش عارف انا سلطه الاسراف الوزاره هي ماهيش قاعده تعامل يعني في القطاعات يعني على قد المساواه. احنا قطاع القيمين من جزء من المنظومه التربويه، ما تنجح سنه دراسيه الا بالقيم. احنا كمتعاقدين تحصلنا على هذا العقود منذ 3 سنوات على اساس انه مش يتسول الوضعيه نتاعنا في اقرب الاجال، ولكن سياسه التسويف تاع وزاره التربيه والحكومه يعني كل مره ها تو تو احنا مماطله بالحق يعني مماطله. ثم كلام في المهموته كيك اتو نصوروا الوضعيه نتاعهم اتو معناها في الاخر ما رينا شيء. احنا نخدموا يعني
وعقود عبودية، عقود هشة، نخدموا من غير إخلاص. ثم شكون فينا تو من سبتمبر 2019، من سبتمبر 2020 حتى لتو نوفمبر 2020 ما خداها حتى دورو. عندنا شهرين ماي وجوان ما خلصناهمش، نخدموا بالحق من غير تغطية. من سبتمبر 2019. اي من سبتمبر 2019. او صلح لي سيد. سبتمبر مازلتوا ما خلصتوش. ما خلصناش. منين تعيشوا؟ منين نعيشوا؟ ماناش عارف نعيشوا، معناتها مش نوصل لحالة أن واحد مش مد يده. بالحق هذه وضعية تعيسة فعلا، ووضعية سيئة. نخدموا من غير تغطية اجتماعية، ورغم أنهم يقصونا باسم التغطية الاجتماعية ولا والصحية. نخدموا من غير كارنيات أدوية، معناتها الواحد فينا بالحق. وخاصة ساءت حالتنا في ظل جائحة كورونا، احنا الواحد فينا لكان قدر الله تشد وسخانة مش قادر باش ياخذ باكو دولي بران. بالنسبة لنا أهم المطالب هو تفعيل محضر اتفاق 8 ماي، اللي من أهم بنوده هو منحة القاعدة العددية والزمن المدرسي للقيمين والقيمين العامين، منحة الإشراف للقيمين العامين، التقاعد على قاعدة 57 35، التسويت وضعية الزملاء المتعاقدين وانتدابهم في خطة قيم أول، ترسيم الزملاء المتعاقدين. عندنا منح جامعية معلقة، معناتها إلى حد الآن عندنا 100 منحة جامعية ما خذيناهاش. بالإضافة إلى ذلك عندنا معناتها إعادة الزملاء، إعادة توظيف، ترسيم زملاء، إعادة توظيف. والترقيات المهنية، يعني الترقيات المهنية عندنا جملة من الترقيات، عندنا 2400 ترقية في 2020، عندنا منهم معناتها 1200 ترقية ما خذيناهمش. أنا اليوم باش نحكي على مشكلة من جل المشاكل متاع القطاع اللي هما القايمين المتعاقدين. أنا قايمة متعاقدة كما يحلو لي تسمية نفسي. احنا أعوان التأطير والمرافقة اللي سميتنا وزارة التربية، عطاتنا حرمتنا حتى من صفة متاعنا، صفة انه نكونوا قايمين. وضعيتنا وضعية كارثية، وضعية فضيحة بالحق. انه اليوم المربي يا سيدي الوزير جيعان في كرشه. اليوم راهو المربي اللي ما يلقاش باش الإحاطة النفسية والإحاطة اللي هو كيفاش باش يقدم مادة اليوم إلى التلميذ. باش نحكي شوية على زملائي اللي في الأرياف، راهو يمكن احنا اللي هنا موجودين في العاصمة مانيش باش نتكبدوا برشا مصاريف التنقل، خاطر فما ترونسبور اون كومان. راهو فما اليوم زملاء اللي في الأرياف اللي 50 و70 و80 كيلومتر يمشيوا باش يأطروا التلامذة. اليوم راهو القيم المتعاقد راهو لا عنده لا تغطية لا اجتماعية ولا تغطية لا صحية. القيم المتعاقد اليوم راهو في الصيف ما يخلصش. احنا عندنا كونترا 9 موا يدمي، يعني اش معناتها؟ يعني تخدم من سبتمبر حتى كشي لجوان، في الصيف احنا بطاله، ما فهمتش؟ يعني في الصيف انت شنو باش تمشي تخدم؟ واحد يمشي يزرع الطماطم في الصيف؟ ما تعرفش حتى وضعيتك انت انك شنو؟ احنا رانا مانيش طالبين برشا حاجات، مانيش طالبين لا مناصب في هالبلاد هذيا، ولانا طالبين كريسي، طالبين حقنا. حقنا اللي على خاطره صارت هالثوره ذي، شغل، حريه، كرامه وطنيه، طالبين ادماج، ادمجونا في الخطه اللي احنا تناظرنا من اجلها. احنا رانا تظلمنا مرتين، تظلمنا وقت المناظره في 2017، وسيد الوزير هو يعرف هذا، وعودنا ظلمونا مره اخرى بعقود تشغيل هشه، تخدم في ظروف بالحق كارثيه، انهم يتحايلوا عليك، انه الوزاره هذه قاعده تتحايل عليك، اش معناتها؟ انا مسميتها وزاره الكريدي، وزاره القلبه، وزاره التحايل، علاش متحايله علينا؟ وزارة التربية متحايلة؟ متحايلة علينا أي، وزارة التربية وقت اللي تحرمك من الأجور متاعك، إنه إحنا ما نخلصوش رانا كل شهر شهره، إحنا راهو يلمونا منحة 750 دينار خام، خاضعة لجميع أداءات الضرائب، وراهو يتم الاقتطاع ما يقارب على 150 دينار شهريا، وإحنا أون كونتخ باغتي ما نتمتعوش بهم هالفلوس هذوما. رسالة إلى السيد رئيس الحكومة اللي قال في الخطاب متاعو، قال أنا ملزم تطبيق الاتفاقيات المبرمة. سيد الرئيس، سيد رئيس الحكومة، هذا الاتفاق متاعنا هو ممضي من طرف الحكومة، من طرف
المركزيه النقابيه اللي ممضي من 8 ماي 2018. زملائنا التعليم الاساسي تفعل الاتفاقيات نتاعهم، زملائنا التعليم الثانوي تفعل الاتفاقيات نتاعهم، واحنا القطاع القائمين وقائمين العامين الى حد الان موجودين، ما تفعل حتى نقطه من المحضر الاتفاق هذا. ولهذا سيد رئيس الحكومه احنا هنا معتصمين داخل وزارة التربية، أعضاء الجامعة العامة معتصمين داخل وزارة التربية، زملائنا النقابيين معتصمين في المندوبيات الجهوية إلى تفعيل الاتفاقية نتاعنا هذا 8 ماي 2018، ومشنا نفكوا الاعتصام نتاعنا إلا تطبيق الاتفاقية كاملة. أنا رامي صديق، قايم عام وعضو نقابة أساسية. بالنسبة لي أنا التساؤل الوحيد موجه لرئاسة الحكومة، وزارة التربية، ورئيس الجمهورية، وأعضاء مجلس النواب كل. احنا عنا اتفاقية ممضات بالاتفاق في 8 ماي 2018، احنا اليوم موجودين 24 نوفمبر 2020، على بعد شهرين من 2021. نحب نسأل يا لندرا، الاتفاقية هذه ما المانع في تطبيقها واحنا عنا فيها ديجا محضر اتفاق؟ السؤال الاول لشكون؟ يلموا بعضهم الكل، رئاسة الحكومة وأعضاء مجلس النواب وزير التربية الكل، يحطوا السؤال هذا لماذا لم تفعل. السؤال الثاني الموازي باش نفهموا علاش القائمين والقائمين العامين بالذات لا يعملوا، ما هما زعام يطلعون بالستاتستيك والإحصائيات وكذا، يعملون إحصائية دقيقة من 2018 نفس التاريخ نتاع إمضاء الاتفاقية نتاع القائمين والقائمين العامين إلى حد اليوم الناس هذا 24، كم من اتفاقية أمضيت وطبقت الأوامر وتمتعت القطاعات بمختلف أنواعها بهذه الاتفاقيات. إذن احنا اليوم نعيش حالة من الغبن، فما تجاوز. الجامعة العامة عملت اللي يلزم يتعمل وراعت المصلحة الوطنية كما أحسن ما يكون، فيما يتعلق بالكوفيد، فيما يتعلق بالمحطات، فيما يتعلق بالتراخي الاقتصادي، تفهمت في برشا محطات رئاس الحكومه، وهو وزير مشى وزير جا ورئيس حكومه مشى، اخويا تفهمني هذا يقول لك، لكن الى متى؟ اذا هذه النقطه اللي افادت الكاس، احنا ما عادش عندنا صبر، كان عندنا صبر وقدمناه. وي واش نصبر؟ هاكم تسمعوا انتم الناس جواع في كروش، فما دوله تحترم نفسها تخلي ناس مطيشه تخدم هكاك بلاش؟ اخي نحن نخدموا بالعقود كمرحله اولى، اي المرحله الثانيه الادماج ما فماش، اش معناتها؟ معناتها اشرب ولا طير قرنك.